فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في النهي عن الدخول على المعذبين ومشاركتهم في أماكنهم مثل أرض الحجر وبابل، ثم قال رحمه الله: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غرض المؤلف الشيخ رحمه الله من هذا أن يؤكد النهي عن التشبه بالكفار عموما، حتى مشاركتهم في المواطن التي عذبوا فيها، فإنه ينبغي لنا أن نتجنبها لأنها مواطن عذاب، يخشى أن ينزل علينا فيها العذاب كما نزل عليهم، والدخول فيها والبقاء فيها والاستقرار فيها فيه تشبه بهم من هذه الناحية. فإذا كانت البقاع التي أصلها أنها مباحة وأنها طاهرة وأنها مباحة للجميع، إذا كان الأمر كذلك، لكن لما سكنها الكفار ونزل عليهم فيها العذاب نهينا عن مشاركتهم فيها، إذا كان هذا في البقاع فمشابهتهم في الأعمال من باب أولى، كالتشبه بهم في اللباس، تشبه بهم في أعيادهم البدعية، تشبه بهم في طقوسهم التي يستعملونها وشعاراتهم التي يستعملونها في عباداتهم، لأن التشبه بهم في الظاهر كما قال الشيخ يدل على محبتهم في الباطن، ومن أحبهم في الباطن فقد قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا هو الغرض من إرادة الشيخ رحمه الله لهذه المسألة، أن التشبه بهم في الأعمال أشد من التشبه بهم في البقاع ومشاركتهم في البقاع، مشاركتهم في الأعمال الخاصة بهم أشد من تشبه بهم في البقاع التي أصلها مباح وأصلها أنها طاهرة، لكن عرض لها ما عرض من تعذيبهم فيها. فهذا مما يدل على الابتعاد عن مشابهة الكفار وتأكد ذلك، والمسلمون ليسوا بحاجة إلى التشبه بالكفار، الحمد لله، لأن الله أغناهم بالإسلام وأعزهم بالإسلام، قال لهم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكيف يتشبه من من الله عليه بالكرامة والرفعة بالمهان الذليل؟ هذا تنازل وكفران لنعمة الله عز وجل من ناحية، وهو أيضا يدل على محبتهم من ناحية أخرى،